ما حكم دراسة علم النفس؟ علم النفس ماذا يقصد به السائل؟ إذا جئنا إلى الإسلام فعندنا في الإسلام تربية النفس بالآداب الشرعية، تهذيب النفس بالأخلاق الحسنة، تزكية النفس بالزهد والورع. فديننا كامل، ما من خير يقربنا إلى الجنة إلا وقد علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر يباعدنا عن النار إلا وقد حذرنا منه. فلو قال أنا أقصد بدراسة علم النفس أن ندرس الآيات والأحاديث التي وردت في النفس ووردت في الروح، فنقول لا بأس، هذا من ديننا، هذا صحيح ويجب دراسة ذلك، أن ندرس ما هي النفس الأمارة بالسوء التي ذكرها الله في القرآن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهكذا أيضا ندرس ما معنى النفس اللوامة، وهي النفس الذي تذنب ثم تتوب، قد ذكرها الله أيضا في القرآن، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وندرس أيضا النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا هو علم النفس، إن أردتم علم النفس في ديننا أحاديث ونصوص وآيات، ونأخذ الأحكام المتعلقة بالنفس، فالنفس مسؤولة ومكلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما علم نأخذه عن الكفار وجاءنا منهم وهو يتعلق بالفلسفة وعلم الكلام، فهذا لا يجوز وهذا حرام، وعلينا أن ندرس ما جاء في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام من أمراض النفس. فالنفس قد تمرض بالبخل والشح، والنفس كذلك قد تمرض أيضا بالخيانة والكذب وعدم الصدق، وهذا كثير، أخلاق سيئة وقبيحة، اتباع الهوى، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمخادعة، وكل ذلك جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نتعلم ذلك وأن نعرفه. وقد ألف ابن القيم كتابا نفيسا وهو كتاب الروح، وتكلم عن أحكام كثيرة تتعلق بالنفس والروح. أما ما يتعلق بهذا الذي في السؤال، إن قصد ما جاءنا من الكفار من علم النفس، فهذا لا يجوز دراسته، لأن هذا من علوم الفلسفة وعلم الكلام الذي أفسد به كثير من هؤلاء عقائد المسلمين، وأدخلوا فيها ما ليس منها، ودخل علينا من البلاء الشيء العظيم في تأويل الصفات وفي عدم الإيمان بالغيب وإلى آخره.